السلام عليكم. طبعا اتكلمنا كتير قوي عن الجاذبية وكشفنا عن قوتها الحقيقية في حلقات كتير قوي، بس تخيلوا الجاذبية المغادي كشفت عن جبل بحري طوله 3 أضعاف أطول مبنى في العالم زي ما سمعتوا بالظبط. ولكن في البداية في كام خبر مهم لازم تعرفوه. أول خبر معنا بيقول إن العلماء عملوا محاكاة للتراب القمري لمساعدة المسبارات الفضائية الموجودة على سطح القمر. النموذج ده بيحاكي كيفية تصرف الغبار القمري في الجاذبية القمرية. لازم تعرفوا إن التراب القمري مزعج شوية، يعني ناعم جدا وحد زي الإزاز بالظبط، ولو اتحرك بيطفو في البيئة القمرية وده ممكن يعمل مشاكل كتير قوي للجوالات القمرية. في المستقبل بقى الروبوتات القمرية هتعمل مهمات أكبر بكتير من الهبوط والتجول، زي مثلا بناء المحطات الفضائية واستخراج المية. فالنموذج الجديد هيسمح للمهندسين إن هم يتدربوا مع الروبوتات القمرية في محاكاة الغبار القمري قبل ما يبعتوها. وبالفعل وكالة ناسا عملت سلسلة من التجارب، نصها في بيئة المحاكاة والنص التاني في العالم الطبيعي، عشان يعرفوا لو التراب القمري بيتصرف بنفس الطريقة اللي بيتصرف بيها التراب على كوكبنا ولا لا. الخبر اللي بعد كده بيقول ان ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية قفلت التحقيق خلاص في رحلة الصاروخ ستارشيب اللي فاتت علشان المهمة التجريبية التالتة. طبعا كلنا عارفين ان المهمة التجريبية التانية كانت في 18/11 اللي فات وحصل انفجارين بعد 3 دقايق ونص من الاقلاع، ومن ساعتها شركة سبيس اكس بتستعد للرحلة التالتة ونفذت كل الاجراءات التصحيحية عشان تحصل على ترخيص الاطلاق من ادارة الطيران الفيدرالية الامريكية. لازم تعرفوا ان الترخيص ده بيتناول كل متطلبات السلامة والمتطلبات التنظيمية المعمول بيها. عدد الإجراءات التصحيحية اللي كان لازم الشركة تعملهم 17 إجراء. أول 7 متعلقين بمعزز المرحلة الأولى وإعادة تصميم أجهزة المركبة ونمذجة نظام التحكم المحدث وإعادة تقييم تحليلات المحرك وخوارزميات التحكم في المحرك. 10 الباقيين لهم علاقة بالمرحلة العليا اللي هي المركبة ستارشيب، وشملت إعادة التصميم والتغييرات التشغيلية وتحديث تحليل القابلية للاشتعال وتركيب أنظمة حماية إضافية من الحرائق وتحديثات للتوجيه والنمذجة. وعلى فكرة دي حاجة كويسة جدا، لأن أول رحلة للصاروخ ستارشيب كانت في 8/9 السنة اللي فاتت، وكانت النتيجة إن لازم شركة سبيس إكس تعمل 63 إجراء تصحيح، لكن المهمة التجريبية بتاعة 18/11 اللي فات انتهى التحقيق فيها ب 17 إجراء تصحيح بس، وبكده النتائج مبشرة جدا، يعني إن شاء الله المرة الجاية أكيد هينجحوا. الخبر اللي بعد كده بيقول ان وكالة ناسا بتدور على متطوعين يقضوا سنة في القاعدة المريخية للعلوم، والقاعدة دي عبارة عن محاكاة للتحديات اللي هيواجهها طاقم الاستكشاف على سطح المريخ. والمهمة دي اسمها شابي، والمفروض ان هي بتتكون من 4 افراد بيعيشوا في موطن معزول مساحته 158 متر مربع، والموطن عبارة عن بيئة الكوكب المريخ 3D موجودة في مركز جونسون التابع لوكالة ناسا. بيقول مسؤولين وكالة ناسا ان مهمات شابي بتوفر بيانات علمية مهمة جدا للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير الحلول. البيان بيقول إن وكالة ناسا بتبحث عن أمريكان صحتهم كويسة ومتحمسين وبشرط ما يكونش مدخن، بتتراوح أعمارهم من 30 ل 55 سنة. طيب إيه المهام اللي هيعملوها في القاعدة المريخية؟ في عمليات آلية وصيانة وزراعة ومحاكاة السير في الفضاء وتمارين. واتصممت القاعدة دي علشان تكرر البعثات المريخية في المستقبل شكلها يكون عامل إزاي، وكمان موجود فيها تحديات زي محدودية الموارد وفشل المعدات وتأخير الاتصالات والضغوط البيئية التانية. الخبر اللي بعد كده بيقول ان خطوط دلتا الجوية هتفتح رحلاتها التانية لمشاهدة الكسوف الكلي للشمس اللي هيحصل في شهر 4 الجاي. الشركة ابتكرت طريقة نادرة لمتابعة الكسوف من جوه مسار الكسوف نفسه، وده بيوفر للركاب رؤية شاملة للكسوف الكلي للشمس. بيقول وارن ويستون كبير خبراء الأرصاد الجوية في شركة دلتا ان الكسوف اللي هيحصل يوم 8/4 الجاي اخر كسوف كلي هيحصل فوق امريكا الشمالية لحد سنة 2044، بس الشركة حذرت من العوامل الخارجة عن سيطرتها زي مثلا التأخير في الحركة الجوية والطقس اللي ممكن يأثر على الحد الأقصى للوقت في المسار الإجمالي. الخبر اللي بعد كده بيقول ان رواد الفضاء في المحطة الفضائية صوروا الشفق القطبي، وبتقول ياسمين ماكبلي احد رواد الفضاء اللي موجودين في المحطة الفضائية ان الشفق الاخضر اللي شافوه كان من ابرز احداث مهمتها الفضائية. اشرح الشفق باختصار كده، الشمس بتبعت جزيئات نشطة للغلاف الجوي العلوي بتاعنا، وبعد كده المجال المغناطيسي بتاع كوكبنا بيوجه الجزيئات النشطة دي ناحية القطبين، ساعتها بتتوهج الجزيئات الشمسية وهي بتتفاعل مع الغلاف الجوي بتاعنا
بالأشكال الرائعة دي. وعلى فكرة سواء كانت الأضواء مختلفة أو الغيوم أو الفصول أو زوايا الشمس، فبرضه كل مرة هتشوف الشفق القطبي هتندهش من مدى حيوية وجمال كوكبنا. ندخل بقى في بيت الوحش. دراسة مهمة جدا نازلة بتقول إن موجات الجاذبية كشفت عن جبل جليدي ارتفاعه 3 أضعاف ارتفاع أطول مبنى في العالم. اكتشف الباحثين 4 جبال بحرية عملاقة فوق قاع البحر المحيط بأمريكا الجنوبية، وده بعد اكتشاف شذوذ في موجات الجاذبية نتجت عن الجبال الضخمة اللي تحت المية. معلومة على جنب، أطول مبنى في العالم بيرتفع لأكثر من 2.4 كيلومتر من قاع البحر. العلماء وهم بيبحروا على متن سفينة الأبحاث فالكور اكتشفوا الأربع جبال في أعماق البحر. أول واحد ارتفاعه 1591 متر، والتاني 1644 متر، والتالت 1873 متر، لكن أكبر واحد فيهم كان ارتفاعه 2681 متر فوق قاع البحر، وده خلاه على بعد ميل واحد من السطح. لازم تعرفوا إن أطول مبنى في العالم هو برج خليفة وارتفاعه 828 متر، وبعده امباير ستيت 380 متر. لازم تبقوا عارفين ان القمم العملاقة اللي تحت المية براكين خامدة وضخمة جدا لدرجة انها بتعمل تغيرات في ارتفاع سطح المحيط. اما الشذوذ اللي حصل في الجاذبية فده تم الكشف عنه عن طريق الاقمار الصناعية، وفي الحالة بينتفخ سطح المحيط على طول فوق القمم. بيقول جون فولمر كبير الفنيين في البعثة ان فحص شذوذات الجاذبية طريقة فعالة جدا علشان نلاقي ان طوقات على الخرايط، ولما عملنا كده اكتشفنا الجبال. وعلى فكرة السنة اللي فاتت اكتشف نفس فريق البحث جبل ضخم حجمه ضعف حجم برج خليفة. لازم تعرفوا ان اكبر جبل بحري في العالم من الناحية الفنية هو بركان مونا كيا الخامل في هاواي. وارتفاعه بيساوي 4205 متر فوق مستوى سطح البحر. وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فالبركان بالكامل ارتفاعه 10211 متر. بيشتبه العلماء ان في حوالي 100,000 جبل بحري متناسق عبر محيطات العالم كله، لكن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بتقول اننا ما رسمناش الا جزء صغير قوي منها، وكمان بيقولوا انها اكتر من نص القمم المتوقع في المحيط الهادي. الرحلة الاستكشافية الأخيرة كانت في إطار مشروع اسمه سيباد 2003، واللي بيهدف لرسم خريطة لقاع البحر في العالم كله مع نهاية العقد ده، يعني سنة 2030. يعني لازم يكتشفوا بقية القمم المخفية. لازم تعرفوا ان الباحثين البحريين بيقولوا على الجبال البحرية نقاط البيولوجية الساخنة، والهياكل دي تعتبر ركيزة صلبة للكائنات غير المتحركة زي الشعب المرجانية والاسفنج، بحيث انها تستقر وتتسبب في ارتفاع مياه القاع لما تسحب الطيارات العناصر الغذائية من اعماق البحار عشان توصلها قريب من السطح، فده بيجذب الكائنات الاكبر حجما زي القشريات والاسماك والقرش وحاجات كتير قوي. فعشان كده الجبال البحرية تعتبر نواقل مهمة جدا. وبتقول جيوتيكا فيرماني المديرة التنفيذية لمعهد شمدت للمحيطات ان تحديد موقع الجبال البحرية بيقودنا دايما لمناطق ساخنة غير مدروسة للتنوع البيولوجي، وفي كل مرة بنلاقي المجتمعات دي في قاع البحر بنحقق اكتشاف جديد مذهل بيعزز معرفتنا بالحياة على كوكبنا. هستنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد نخصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.